ميزتها حاجتين، اولا ان هي بتتلعب قدام الاهرامات اللي واحده من 7 عجائب الدنيا، وما فيش اعتقد اي رياضه تانية تقدر تعمل حاجه كده، فدي حاجه بتبسطنا جدا ان رياضتنا هي تقدر تحط الملعب الزجاجي قدام اي حته في العالم. الحاجه الثانيه بالنسبه لنا احنا كمصريين بنلعب على ارض مصر قدام اهلنا قدام جمهورنا، تاني قدام الاهرامات، ما اعتقدش ان في اي مسرح ممكن يبقى اكبر من كده ولا اي حاجه ممكن تحسسك بفخر اكتر من كده او تخليك عايز تدي ال 200% بتوعك اكتر من كده. بطوله الاهرام بالنسبه لي انا شخصيا تاريخها معايا ان انا اصلا من اسكندريه، وانا صغيره اول ما ابتديت سكواش كان عندي 6 سنين، كان مامتي وبابايا بيجيبوني من اسكندريه من بيت في القاهره مخصوص عشان احضر ماتشات بطوله الاهرام. كان حدث كبير جدا بالنسبه لي كواحده صغيره ان انا اشوف بطوله بالحجم ده بعدد الجمهور ده بالتشجيع ده والحماس ده والروح اللي كانت موجوده في الماتشات بسبب احمد براده كان بيمثل لنا مثل اعلى وقدوه، ونتمنى ان احنا في يوم من الايام نبقى زيه. والله احنا بطوله الاهرام دي بالنسبه لنا احنا كلاعيبه مصريين حاجه مميزه جدا، لان انا كنت واحد من الاطفال المحظوظين اللي عرفوا يحضروها في التسعينات، بما ان انا عندي 31 سنه فانا حضرتها وانا عندي 9 سنين و8 سنين، واتفرجت على احمد براده وجان شرخان وبيتر نيكل والابطال العالم اللي كانوا موجودين في الفتره دي، وبالنسبه لي كطفل كان حلم ان انا في يوم من الايام ان انا اقدر اروح العب البطوله دي وانا كبير يعني. فهتلاقي اي لعيب مصري في سني، يعني مش من الصغيرين اللي طالعين، اي واحد في سني هيبقى مقدر قوي قيمه ان احنا البطوله دي رجعت تاني وان احنا عرفنا نوصل للمستوى اللي يأهلنا ان احنا نلعب البطوله دي. بطوله الاهرام من اول ما اتعملت في التسعينات وقت احمد براده، او احمد براده تاني السبب الرئيسي ان السكواش بقى ليه وضعه في مصر. وبطوله الاهرام ده حدث مش بس للسكواش، حدث عالمي لمصر نفسها ان يبقى ملعب السكواش قدام الاهرامات. فليه انا شخصيا ان انا العب بطوله العالم قدام الاهرامات ده حلم لاي حد فينا. الحمد لله كنت محظوظه ان انا لعبت في بطوله الاهرامات سنه 2016 ولعبت الحمد لله قدام الاهرامات. كان احساس حلو قوي، ملعب ما فيش زيه في اي حته في العالم ان احنا نلعب عند الاهرامات يعني. فيا رب البطوله تبقى ناجحه ان شاء الله. برضه دي بطوله الاهرام بالنسبه لي كنت بروح باخد امضاءات اللعيبه، كنت بتفرج على ماتشات، بحاول اتصور معاهم على قد ما اقدر يعني، كنت بموت نفسي عشان اخد صوره مع حد من اللعيبه يعني. كبرت شويه وابتديت العب سكواش واسافر والعب بره، للاسف بطوله الاهرام وقفت ما كملتش. وبعدين من 3 سنين تقريبا لما رجعت تاني كنت مبسوطه جدا ان هي رجعت، بس للاسف برضه وقفت وما كملتش لاسباب ليها علاقه بالترتيبات والاجراءات الامنيه وكده. فسعيده جدا 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 ان هي رجعت تاني، وشايفه ان بطوله الاهرام زمان زي ما دخلت ناس كتير قوي وقاعده كبيره جدا دخلت في لعبه السكواش وعرفت السكواش بسبب بطوله الاهرام، ان ممكن بطوله الاهرام ترجع تاني الروح دي زي زمان وتخلي فيه اجيال كتير جدا تخش سكواش دلوقتي وتمارس اللعبه.